احنا هنايا للمره الثانيه جينا الاثنين يعني الماضي نهار 29 نهار 9 شتنبير اليوم يعني 16 شتنبير احنا جينا من جديد باش نعبروا على التضامن ديالنا مع هاجر الريسوني وباش نطالبوا باطلاق السراح ديال هاجر الريسوني لاننا كنعتبروا ان الاعتقال ديالها هو اعتقال ظالم والتهم اللي منفقين لها هي تهم لا تستحق نهائي الاعتقال يعني لانه تهموها بانه بالفساد في حين انه السيده يعني عندها علاقه مع خطيب ديالها مع الزوج ديالها كانت غادي تتزوج قريبا تيتهموها كذلك يعني بالاجهاض يعني وهي كتنفي هادشي ديال الاجهاض ولينفرض انه كاين الفساد وكاين يعني الاجهاض واش هاد العلاقات الزوجيه خارج العلاقات ما بين رجل ومراه خارج الزواج واش ما كاينش منها المئات الالاف عندنا في البلاد واش نبداو نغطيو عين الشمس بالغربال واش هادشي ديال الاجهاض على حساب الخبراء ما كاينش منه يعني 600 حتى 800 ديال الاجهاضات يوميه اللي هي كتعطيك 300 يعني 250 الف ديال الاجهاضات في العام ما جبروا غير هاجر الريسوني اللي اعتقلوها دونك هادشي هذا فيه ان اذا هذا هاجر الريسوني باغين فيها الخدمه كتبحث كتجبرها بانها صحفيه حره شجاعه كتعبر على المواقف ديالها بشجاعه وبالتالي يعني بغاو ينتقموا منها وما كينتقموا منها وطبعا حنا ما يمكنناش نقبلوا باش انه المواطن هكا نظرا لانه كيعبر على افكاره بحريه انه يصدق يعني معتقل ويصدق تيتحاكم وهذا ماشي المنطق ديال الدوله ديال الحق والقانون هذا المنطق ديال الدوله البوليسيه ماشي ديال الحق والقانون. وجودي اليوم هنا في هذه المحاكمه ديال هاجر هي وجود عادي وطبيعي جدا كامرأة مغربيه وكمواطنه متتبعه للشان العام حضورنا هنا هو مسانده وتضامن مع هاجر الريسوني ومع الدكتور ومع الخطيب ديال هاجر الريسوني ومع الممرضه ومع كل واحد تعرض لاعتقالات يعني تعسفيه. احنا كذلك هنا كاسره الصحفي حميد المهداوي احد ضحايا القضاء المغربي اللي شردنا ودمر المؤسسه واعتقل حميد المهداوي ودا من حياه ثلاث سنوات ظلما وعدوانا ومن حياه السلفه المهداوي ثلاث سنوات ومن حياه يوسف المهداوي ثلاث سنوات يعني تواجدنا هنا هو العادي هو الطبيعي وبهذه المناسبه كما كنطالبوا كباقي الشعب المغربي اطلاق سراح هاجر الريسوني وكما تنقولوا هاجر الريسوني هي ضحيه لواحد الطرف او اخر فانت ضحيه هاجر الريسوني ضحيه علاش ضحيه لانه لماذا هاجر بالضبط وحنا كنعرفوا الوضع كيفاش كاين في المغرب وكنعرفوا حالات الاجهاض وكما تهضروا عليها مجموعه ديال يعني المختصين اهل الاختصاص بان يعني كان واحد النسبه عاليه ديال كتوقع في اليوم وفي الشهر وفي السنه كانت احصائيه مهوله ديال الاجهاض في المغرب وبصرف النظر حتى ولو كانت هاجر دابت حنا تنقولوا في حاله ما اذا كان رغم ان التقرير لا التقرير الطبي ولا الاساتذه المحامون ولا الكل تينفي بان هناك كانت عمليه اجهاض تنتمناو اطلاق سراح المتابعين في هذه القضيه ووقف هذا النزيف وبركه كفى لان الوضع لا يسمح ما كنعرفوا الملفات الاجتماعيه اللي محلوله إيه كاين الصحافه فهمت يعني هي المستهدف الاول والاخير من هذا الشيء ولكن تنتمناو ان هذا النزيف يوقف شكرا لكم. مستجد في قضيه حميد المهداوي الحدود ساعه ما كاين حتى شي مستجد هو الان في مدينه تفلت تيدوز العقوبه ديالو ظلما وعدوانا كما كيعرف الجميع هذا الشيء هو اللي كاين غيكون هو وقفات لحد الساعه ما كاينش فهمتي الحدود الساعه زعما ما مبرمجه حتى شي حاجه الحدود الساعه ما مبرمجه حتى شي حاجه ما كاينش اضراب عن الطعام لا ما كاينش الا كان اكيد طبعا الا كان شي اضراب راه اكيد طبعا راه الصحافه غادي تكون هي الاولى اللي غادي يكون في اخبارها. We'll be right back.